أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات، أدان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة السودانية. ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية لمضاعفة الجهود لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ومحاسبة مرتكبيها. وأكدت جامعة الدول العربية أن استمرار قوات الدعم السريع في ارتكاب الجرائم البشعة التي يصل بعضها إلى حد التطهير العرقي في دارفور ومناطق مختلفة بالسودان دليل إضافي على الحاجة الماسة لتنسيق الجهود والتعاون الدولي والإقليمي لإيقاف الحرب ومحاسبة مرتكبي الجرائم.